أين؟ طبعا هي الفكره كلها ان يعني نهايه الموسم الماضي دي تقريبا دي اول فتره النادي الاهلي ياخد مرحله كده من الراحه اللي بنتكلم فيها فتره راحه طويله. الاتحاد المنستيري الموسم اللي فات عمل نتائج جيده جدا في الدوري، بنتكلم ان هو خسران الدوري فرق نقطتين زي كريم كده ما قال، ويعني الصراع كان لحد اخر دقيقه ما بينه وما بين نادي الترجي، فريق كان بطل كمان للسوبر في السنه اللي قبلها في 2021، كان بطل السوبر التونسي كسبان الترجي ركلات ترجيح على ما اتذكر. عندهم لعيبه مميزه، هو يمكن لعيب بس واحد من المميزين اللي هو خرج اللي هو العبد يوسف العبدلي، راح الاهلي جده السعودي، ده يعني ابرز الوحيد فيه او النجم الابرز فيهم اللي خرج، لكن هم محتفظين بلعبتهم. كمان حاليا معاهم المدرب الصربي اللي كان ماسك وفاق سطيف الموسم الماضي، وهو برده كان ليه لعب قدام النادي الاهلي وقدام المجموعه دي، فالى حد ما برده مذاكر شويه النادي الاهلي. لما بتبقى بنتكلم في بدايه الموسم بيبقى يعني زي ما قلنا كده الاهلي الحمد لله واخد فتره راحه، يعني فتره اعداد، فلما بتبقى في بدايه الموسم تبتدي بمباراه بنتكلم عليها ان ده دور اقصائي، بتلعب مباراه ذهاب خارج ملعبك، فاكيد طبعا الامور تبقى صعبه في بدايه الموسم، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون استفاد بشكل كبير جدا في فتره الراحه دي. فتره الاعداد كمان كانت مميزه، كان فيها مباريات قويه، بعض كمان اللعيبه اللي راحوا لعبوا مع المنتخب اكيد خدوا احتكاك وان هم يعني رجليهم كانت في الملعب، فبالتالي ان شاء الله يبقى البدايه كويسه، ولكن هي بدايه ما نقدرش نقول عليها زي المعتاد في الادوار اللي هي ال 32 دي، بدايه سهله او في المتناول، ولكن لا هي بدايه صعبه، لكن ان شاء الله نتخطاها ونتاهل لمرحله المجموعات.